السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في عالم حسناء المغربية. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم صوص طوماط هنحتفظوا بها في المجمد مدة طويلة وما غادي يوقع عليها حتى حاجة، خصوصا أن مطيشة هاد الأيام ناقصة في الثمن. أنا خديت هنا 3 كيلو ديال المطيشة، غسلتها مزيان في الماء والخل واستقطعتها في الشبكة وقطعتها هنايا على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، وحيدت لي هذاك الخضور اللي كتكون من الفوق. هذه هي المرحله الاولى، خليكم معايا حتى تشوفوا الطريقه وكيفيه التحضير ديال هذا الصوص. هي المطيشه ديالي من بعد ما قطعت الكميه كامله اللي عندي، دابا دزت حطيتها فوق الفرن وعلى العافيه تكون متوسطه مع التحريك المستمر باش ما تلصقش لكم من التحت. مره حركوها ما تغفلوش عليها. انا هنا راه بديت كنحركها، بدات كتغلى شويه. هاي البنات المطيشه ديالي من بعد ما هطات ليا هنا، ما تديروش البنات الماء، خليوها حيت المطيشه راه كتلق الماء براسها. نتوما كنحصلوا على هذه النتيجه مع التحريك دائما المستمر. انا هنا صافي راه هطات ليا، دابا غادي نطفي عليها ونخليها تتبرد. من بعد البنات ما بردات ليا شويه، ممكن انكم تطحنوها وهي سخونه ماشي مشكل، سواء طحنتوها سخونه سواء طحنتوها بارده. انا هنا غادي نطحن الكميه كامله دقه واحده، حيت فاش كتهبط لي حيت فاش كطيب لكم المطيشه راه كتهبط لكم، ما كتبقاش كميه كثيره. غندوز نطحنها ونتلاقاو ان شاء الله. هاي البنات من بعد ما طحنتها كنحصلوا على هاد النتيجه كما كتشاهدوا معايا، كتكون خاتره. حتى فاش طحنوها ما تضيفوش ليها الماء، وانتم ما هو القوام ديالها كيفاش كيجي. دابا غادي نعاود نخويها في هاد الجميله اللي طيبتها فيها. من بعد البنات غادي نضيفوا ليها الملح، ما تكتروش بزاف غير شويه، ونضيفوا جوج معالق كبار ديال زيت العود، ونحركوا هاد المكونات مزيان. نتوما ممكن تضيفوا التحميره كي اللي كيضيفها، انا هنا ما ضفتهاش. غادي نحرك مزيان، نخليوها تبرد لينا غير شويه ونتلاقاو ان شاء الله.
من بعد ما بردات لي المطيشه دابا غادي نخويوها في الطاوله اللي فرشت عليها السلوفان. نتوما ممكن تستعملوا الساقل وتفرشوا فيه حتى هو السلوفان وديروا فوق الصينيه وتخوي فيه هذا الخليط ديالكم. من بعد ما خويت هذا الخليط ديالي دابا غادي نخليه يبرد شويه، عاد غادي ندوز نحطه في الكونجيلاتور تقريبا انا حطو شي 4 سوايع ولا 5، ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديال هاد صوص طوماط كيفاش كيجي. خليكم معايا. من بعد ما جمد ليا الصوص ديالي دابا هنايا قطعته قطع كبيره، نتوما ممكن تقطعوا قطع صغيره اللي بغيتوا، سواء قطع كبيره ولا قطع صغيره. هانتوما كما كتلاحظوا معايا دابا غادي نزولهم من هاد الطاوه. ها هو البنات المطيشه ديالي من بعد ما بردات ليا كتجيني على هذا الشكل، هانتوما كما كتلاحظوا معايا. خليوها تطلق معكم شويه عاد بداو قطعوها، قطعوها مغصوات يا اما كبار يا اما صغار، كل واحد على حسب داكشي اللي بغا. هاي البنات راني قطعت هنا مغصوات يكونوا شويه متوسطين، هانتوما كما كتلاحظوا معايا كيفاش كيجيو. نتوما دابا غادي نزولهم معكم، راكي تزولوا غير بسهوله. ها هو البنات الشكل ديالهم النهائي كيفاش كيجي، هانتوما ما كتكون فيهم حتى قطره ديال الماء، كيكون غير الصوص طوماط خاطر. هانتوما البنات، المهم البنات غادي نحيد هذه الكميه كامله ونحطها في شي طبسيل، ومن بعد غادي نحطها في بلاستيكات غذائيه ونحطها في الكونجيلاتور نهار نبغي نستعملها. ناخذ غير مكعب ديال هادو ونستعملها يا اما في الحريره يا اما في الصوص بيتزا يا اما في اللي بغيتو. راه هاد الوصفه ناجحه 100%. كنتمنى انها تكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم هاد الوصفه ما تنساونيش بلي لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك. شكرا والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله، وخليكم مع هاد اللقطات.